عشان نعمل في العرض الدرجات شبه من كلمة الزك يعني ناس الزك تنتزل يخلي بقى من الناس الأسئلة موجودة عندك هنا أنا بقولها أنا جاعة بسرعة عندك اللي هي الكتاب النظري إن شاء الله مش حاجة تطلع من الكتاب النظري سواء عملي أو نظري الحاجة بتاعنا بتاع العملي هيبقى عليه 30 درجة الفاينل هيبقى عليه 30 درجة الترمين هيبقى له ازاي توزيعه وليه ازاي والكلام ده كله مش عايز رك هنبتدي دلوقتي بمجالس عملي ممكن اجيب لك سؤال زي كده اقول لك ستيب ثاني مطلوب البوم جي ايه؟ البوم جي ايه اسمها ايه؟ يعني كل اللي هي فقط الالكترونين واحدة تثبت الالكترونين يبقى جاي يونيت موديل كاركترستكس بتاعتها هي برايمري بوند فانا مخصص البرايمري بوند ونزود عليها الكاركترستكس بتاعت الايرون بوند اللي هي ايه هي جاوب انا مش هجاوب في الفكره سبيريكا هاي ستريتس وهارد الكلام ده كله بتاع البرايمري بوند هي ايه متوصل ولا متوصلش سير مال كونتاكتور والكتر كونتاكتور ولا لا انت بتوصل انت بتوصلش سيرد متوصلش تمام خصوصا بتاع الايونت بونز مهم طب البوند جي ايه كوفيلنت بوند عارف ايه كوفيلنت حصل ايه شير قلنا الكي وورد بتاع الكوفيلنت بوند ايه هي شير انما الايونت بوند كانت الكي بوند الكي وورد بتاعتها كانت ايه ترانسفير واحد هيلوس والتاني جيم هنلف ايه خصائص الكوفيلنت بوند بقى؟ سوليتورز هاي ايه؟ سترونج وهارد هاي جميل هاي ايه؟ هاي دايركشن ايه؟ ووتر انسولبل ولا سولبل في ايه؟ برافو عليك جميل طب البوند دي ايه؟ ميتاليك مين؟ ميتاليك بوند الكاركترستكس بتاعك سيرمال وليكتريك سيرمال وليكتريك كونتاكت برافو عليك ايه بس في بلاسترز لو هتبتدي ما يبان جميل قوي البوند جي ايه هيدروجين بوند هيدروجين بوند ايه التايب بتاعك ده سكندري بوند ايه الخصائص بتاعتها لو موديوس نفسيس يعني مظبوط ايه تاني بالظبط برافو عليك كل الخصائص دي موجوده في الكتاب النظري زي ما هي طيب الشكل ده اسمه ايه؟ سيمبل كيوبيك في كم اتوم؟ في كم اتوم؟ واحد وده؟ لا ركزوا معايا وركزوا معايا انتوا الاثنين ده اسمه ايه؟ بس انت في كم اتوم؟ وده؟ في ستة كيوبيك في كم اتوم؟ أربعة الديفكت ده اسمه ايه؟ بوينت افكت اسمه ايه بوينت اسمه ايه فيكنسي وده ايه تشير اتومز او امبيوريتي وده اسمه ايه ديسلوكيشن اللي هو اللاين افكت تقول لي اسمه ديسلوكيشن بس مش لاين اسمه ديسلوكيشن طيب الهاي جينس عايزك الميتالز ولا لا لما اجي اعمل ميتاليك ديسلوكيشن تنشر ده التنشر ده عايز التنس بتاعته تبقى هاي ولا لو؟ لو الاور هاي برافو عليك طب واللو؟ اللور تنشر تبقى هاي ليه؟ عشان التنشر في الاور انا عايز التنشر وتحت عايز التنشر عايز في مكانه طيب سيرمال كونتاكتيفيتي ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب امتى ميزه؟ التنشر عشان يوصل يخلي فيسيولوجيك ستيمولس للتيشوز التحتيه وهنا في الريستوريشن يبقى عيب لازم اعمل ايزوليشن وين سيرمال كونتاكتيفيتي اوف ميتال از هايلي ديزايربل ديزايربل يعني ايه مرغوب فيها او حاجه كويسه وامتى ان ديزايربل وليه في الحاله دي ديزايربل في الحاله دي ان ديزايربل ليه هنا هيعمل فيسيولوجيك ستيمولشن انما هنا هيعمل ريتيشن هيعمل سيرمال بيرن للبلب اللي موجود تحتيه امتى كوفيرسر اكسبانشن اند كونتراكشن شود بي كلوزلي ماتشنج
هنا عايز كلوز دي ماتشنج ولا عايز هنا كلوز دي ماتشنج ولا عايز السيم هنا ولا السيم هنا؟ هنا المفروض يبقى ايه؟ كلوز دي ماتش سيم ايه ذا سيم عشان ما يحصلش ايه؟ فريز هنا عايزهم تقريبا كلوز دي ماتشنج. ليه مش هعرف اعملهم ذا سيم؟ عشان اتفقنا كل ماده ليها الكوفيشنت بتاعها ما ينفعش سيم قدر الامكان عايزهم قريبين من بعض. ليه؟ عشان بتوع بوينت هنا مارجنال ليكج مارجنال كالكوليشن والكلام اللي احنا قلناه ده كله القصه دي كلها. طيب which surface restoration will have hydrostatic appearance؟ يعني واحد عنده hydrostatic appearance ده ولا ده؟ ايه ولا مين؟ ليه؟ السطح هنا ايه؟ smooth فهيعمل specular reflection فهيبقى عندي هنا gloss انما ده rough surface مش هيعمل الحاجة دي كلها. السطح بتاعي هيبقى شكله هنا ايه؟ dull appearance شكله مش هيبقى حلو. ايه ده الصوره دي بتاعت ايه؟ فلوريسنس. السيجنيفيكانس بتاعها الصوره دي الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعها عندنا ديجنوست اوف انيشيال كيرف. انيشيال ما بنقولش صوت الصوت ده ادفانس كيرف. انا بتكلم في انيشيال كيرف شكل السنه هنا انت مش شايف حاجه لما في الفلوريسنس تبتدي تشوف يبقى ده ديجنوست اوف ايه؟ انيشيال كيرف. ايه السيجنيفيكانس الثاني بتاع الفلوريسنس؟ فلوريسنس الكلام اللي انا بقوله تذاكروه من نظري الكلام اللي بنسقطه تراجعوا تذاكروه تاني ركبت الترسنس ماكيريا ايه اسمها ايه؟ ترانسبيرنت يعني ترانسبيرنت بعد كل اللايت فالجسم تحتيها هيجان الجسم اللي وراها هيجان كلير الازاز اللي هنا الحته دي. طب وده ترانسلوسنت عرفت منين هو ترانسلوسنت؟ هيعدي جزء من اللايت والجسم اللي تحتيه يبان نوت كلير هيبان هيز الشكل مش واضح قوي. طب وده اسمه هيعمل ايه في اللايت؟ هيمنع مرور اللايت هيبقى الجسم وراه مش هيبان مش هنشوف حاجه من وراه. اوكي زي الخشب انت شايف حاجه من الخشب؟ لا. طيب this a diagrammatic representation for الشكل ده بتاع ايه؟ كريبس كروجن او اسمه الثاني كونسنتريشن سيل كروجن وير ليكويد ريتش ان اوكسجين از ات الاوكسجين هيبقى فين هنا ولا هنا؟ ات surface oxygen concentration عالي في surface فوق المتر under foot corrosion حاجة ايه؟ البوتوم يبقى عندي surface فيه oxygen tension عالي وكورجن هيحصل فين؟ في البوتوم فين الانود؟ انود فوق ولا تحت؟ تحت والكاتود فوق مين اللي بيستخدم السوليوشن؟ الانود زي ما اتفقنا ولا اتفقنا الانود كام حرف؟ كام؟ سبعة. هما كانت تسع حروف وكان ده ست حروف بس الانود فقط حرف خدوا كاسود يبقى مين اللي بيفرق؟ الانود ومين اللي بيحتسب؟ كاسود. لا انت كده في نص الكره الكره يبقى مين اللي بيفرق؟ الانود. مين عنده سوليوشن تندنسي عاليه؟ مين عنده هاير الكترون بوتنشال؟ قانون هاير ديسوشن تندنسي يبقى لور الكترون بوتنشال والعكس. تمام كده خلاص اعرفوا عدد الحروف انود في كام حرف؟ خمسه يبقى هو اللي هيظهر. كاتود كام حرف؟ سبعه يبقى هو الكبير هو اللي بيحتسب. في ايه بتلغي فيه؟ كاتود هاير الكترون بوتنشال انود لور الكترون بوتنشال احفظها زي ما قلت لك كده بترتيب الاحداث هنود كام حرف؟ يبقى هو الصغير يبقى عنده ايه؟ السوليوشن تندنسي عاليه هاير السوليوشن تندنسي يبقى بتساوي اللور الكترو بوتنشال الكاثود عدد حروفه اكبر يبقى هو اللي هيكتسب يبقى عنده هاير السوليوشن تندنسي ولا اللور السوليوشن تندنسي؟ لور السوليوشن تندنسي يبقى عنده ايه؟ هاير الكترو بوتنشال احفظها كده غير كده هتطلع خلاص تمام كده؟
عرفت الفرق بين الهدوء والكسوت؟ هنا مين اللي هيدوق فوق ولا تحت؟ تحت. تحت. الفوتوم هو ايه؟ قانون الاوكسجين كونسنتريشن عالي فين؟ فوق. طيب دي سهله كمان في الاستشفاء ايه؟ اسمها ايه؟ ويتنج. الويتنج يعني حتى في الويتنج اسمها ايه؟ كونتاكت انجل. كان ريبريزنت الويتنج من قوسين الكونتاكت انجل. وير ليكويد جاب ميكس ايه؟ ايه عندي ايه؟ لو ولا نو ولا هاي ولا ايه الدنيا؟ هنا؟ بور ويتنج. نو ويتنج. انما هنا في عندي ايه؟ فول جود كومبليت ويتنج او ايجل ويتنج. هنا حصل كومبليت كامل. انما سي عندي دي الجود بقى. جود ويتنج. يعني معقول احنا هنا ايه؟ بور ده ايجل او جود سوري ايجل او كومبليت ده جود ويتنج. عرفت منين؟ الكونتاكت انجل هنا كام؟ اكتر من 90 هنا؟ زيرو هنا؟ اقل من 90. اوكي؟ ممكن السؤال يجي لك كده او ممكن اقول لك الكونتاكت انجل كام؟ اوكي؟ طيب ده يا جماعه اللي بيستشفوا ايه ده؟ ميتا ميريز. يعني ايه ميتا ميريز؟ two options match under one color is matched under another color so what does that mean to you so avoid it هاي عشان avoid it is a standard position source تاني حاجة using of isomeric pairs تمام مهمة دي أوي المفروض هتقف في النظرية جرم صح؟ ده يا جماعه انتوا شايفوا ايه اسمها ايه جالفانيك سيل ايه ده اسمه ايه العمود الفقري اسمه عنود اسمه عنود ده اللي بنسمع كنا بنقولش الكلام ده اسمه ايه عنود عارف منين هو العمود عشان فقط عمود ده كاتود عارف ان هو كاتود عشان استاذن طيب تعالى يا جماعه انتوا شايفوا ايه؟ يعني ده الصوره دي بتعبر عن ايه؟ افكت اوف لابيلايزر مش ده الودنج يا حبيبي الودنج دي ده الافكت اوف لابيلايزر اسم الديبابلايزر الثاني ايه؟ اسمه ايه الثاني؟ سيرفيس اكتيف ايجنت اسمه الثاني برافو عليك الثلاث اسماء دول تحفظهم لي زي اسمك اسمهم ايه تاني؟ ديبابيلايزر سيرفيس اكتيف ايجنت سيرفيس اكتيف ايجنت و ديتيرجنت خلاص اي اسم من الثلاثه يستعملوا استعمال سواء الثلاثه تحفظ لي اسمائهم ده جراماتيكال برزنتيشن فور ايه؟ افكت اوف ديبابيلايزر ايه؟ ريبريزنت ايه؟ water over wax حصل wetting يبقى showing no wetting او poor wetting انما هنا حصل ايه؟ increase the wetting ليه الwetting هنا زاد؟ علشان الديبابلايزر عمل ايه؟ قلل السيرفيس تنشن خلاص تمام كده؟ الصوره دي مش هتكتب لي كلمه لا هتكتب فيها سطرين دي ريبريزنت ايه؟ effect of debabilizers A represent A good poor wetting poor wetting of water over wax انما هنا increase wetting increase wetting due to A debabilizer عشان هلال surface tension خلاص انت عارف السيرفس اسمه ايه؟ السايل السايل ده
version that, or that, complex machine or that, complex. Stress trigger. لما جت في السيت سترينجر برسم ايه؟ لو المونستر برسم اكسس كده فيرتيكال واكسس هوريزونتال الفيرتيكال بتحط عليه ستريس وايه؟ اليونت اليونت بتاعته هي ميجا باسكال هنا السترين اليونت بتاعته ايه؟ ملي على ملي طب سيت سترينجر ازاي؟ ستريت لاين الاول اول حاجه برسم ايه ستريت لاين برسمه بايه بالمسطره ما برسموش بايدك كده اخر الخط الستريت ده بقى بيجي يعمل ايه جزء كيرف كده عايزين نحدد النقط دي البروبورشن ليميت فين اخر الستريت لاين فين اخر الستريت لاين طول الكيرف هنا اخر الستريت لاين المستقيم اسمها ايه؟ بروشن اللي عارفها اللي هو انت عارفها اللي بتفضلها زي اسمها انت عارفها البروشن اللي هو ماكسيمم ستريس ها فريشن بروبورشن لما كده كانوا بيستني امتى ها بروبورشن لما العلاقه بين الستريس والستريت تبقى بروبورشن علاقه بروبورشن اللي هي اوبي اوبس لو طيب ايه الاستك ليميت فين النقطة بتاعت الاستك ليميت؟ ممكن نقفل الموبايل بعد ظهره؟ النقطة اسمه ايه؟ اسمه فوكس لو اسم الراجل اللي اكتشفه اسم العادي شو اوكي اه مش المفروض خدتوها انتوا في الفيزياء المفروض عشان كده بقول لكم فكركم بيها مش موجودة في الكتاب عندك مش عليها خدتوش تاخد بتاعت الحاجات الكوكا خالص؟ ما عليها مهم الاستك ليميت ايه تعريفه؟ فين على الكيرف اصلا الناس اللي نفس نفس النقطة. أمال إيه الفرق بين الاثنين؟ البروبورشن ليميت اشترط حاجتين علاقة تبقى تمبوري وفي دايركت بروبورشن، إنما الاستك ليميت اشترط حاجة واحدة هي إيه؟ تبقى الاستك تبقى تمبوري. يبقى تعرف الاستك ليميت؟ ماكسيمم ستريس ماكسيمم ستريس لما كده كان بيستاند يزود بيرمنت فورميشن صح كده؟ طيب فين البروبورشن فين سوري اليلد ستريس فين بقى؟ نعم اعمل خط موازي للخط اللي بالمسطره ده يقطع الكيرف في نقطه هنسميها ايه؟ اليلد ستريس ايه تعريف اليلد ستريس؟ الستريس اللي بتيجي اول ستريس بيحصل عنده بلاستيك ديفورميشن بلاستيك ديفورميشن تمام كده؟ طيب ايه تعريف الالتيم ستريس؟ اللي يقدر يستحمل لحد الفراكشر اعلى ستريس بتقدر تستحمله قبل الفراكشر ما تتكسر اللي هو هيبقى فين؟ اعلى نقطه في حته الكيرف دي طب والفراكشر ستريس بقى؟ الاستريس اللي هيحصل عنده فراكشر المادي اسمه التاني بريكنج ستريس هيبقى هنا خلاص التعريفات الفصلية زي اسمك اما كان على الكيرفات هجيب لك صوره زي كده وهقول لك قول لي فين الاستك ليميت وفين الالتيميت مثلا هتحدد لي على الكيرف فين النقطه بالظبط
هنا عند الاسود والاحمر هو بتقابله بقى ايه؟ بروبورشنال ليميت وين؟ الاستك ليميت. طب الايد هترسم لي خط بالمسطره الموازي اللي هيقطع يعني بعد ده الايد. الالتيميت فين؟ الالتيميت فين؟ سيبه وامشي يلا. على فين الالتيميت فين؟ الالتيميت فين؟ على نقطه. والفراكشر فين؟ اخر نقطه خالص. في مشكله في الكيرف كده؟ خلاص؟ الوقت ده ممكن يجي بنسبه كبيره. طيب ايه انواع الفراكشر ده؟ الفراكشر ده اسمه ايه؟ نعمل ده. الفراكشر ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده تايل فراكشر. لا مش شايل ده تايل. ده اسمه ايه؟ ده تايل فراكشر. ده اسمه ايه؟ بريتل. بريتل فراكشر ده كاركترايزد باي ايه؟ بس ميكينج لازم كاركترايزد باي ايه؟ ميكينج ده كاركترايزد باي ايه؟ كراك بروباجيشن. مين شرح لكم الشطر ميكانيك؟ مين شرح لكم الشطر؟ ما شرحوه؟ ولما انا شرحت ما قلتش الحاجات دي؟ ما عرفتكش ميكينج يعني ايه؟ ما عرفتكش ميكينج اقل نقطه كراك كنت تلعب مسطول بقى ولا كنت تلعب مع الرزه بتاعتك تحت السطول؟ فاهم انت ما كنتش مركز صح؟ ما شرحناش كلمه تاكي دي ما شرحناش كراك بروباجيشن صح؟ شرحه ولا ما شرحوش؟ هو اتسقسى انت كده اللي انت فعلا فيه اتسقسى. يبقى ان شاء الله نشوفك في الترم الجاي ان شاء الله باذن الله. الامتحان الجاي مش جاي سهل على فكره. الامتحان مش سهل عشان الدلع اللي انتوا فيه ده. لا بتذاكروا ولا بتعملوا حاجه. لا الامتحان مش سهل مش اي حد ينجح فيه. اوكي؟ الكيرف ده خصائصه ايه؟ اول واحد ده سترونج طويل. هيبقى ايه؟ سترونج. عارف منه سترونج؟ خط طويل. خط طويل ها؟ لك طويل. ستيف عارف منه ستيف او ريش عارف منين؟ واقف. خط واقف ناحيه الفيرتيكال اكسس. ولك طويل عارف منين؟ وزن الخطاب ده سترونج ويك. سترونج وستيف ويك. الخطاب ده ويك. ويك وستيف ولك طويل. ولك طويل الخطاب ده weak but weak stiff pretty pretty top that strong strong flexible لا مش stiff that بالنسبة لده لا ده flexible بالنسبة لده تمام strong flexible وايه top that strong flexible pretty top that weak weak flexible weak top that top that weak flexible weak break. مين فيهم من سينيات ومين فيهم طف؟ يعني ايه طف نسوي عينيه بسيجاس؟ بسيجاس يعني ايه؟ قول نصلي ده بس قول انت عارف انه تعرف بسيجاس كان ايه؟ انرجي. تفعل عن كلمة بسيجاس ازا في كلمة انرجي. انرجي اوكي ان شاء الله. انرجي كوار زورتو سماتيريا لحد مين؟ بروبورشنال ليميت. يعني لو لقيت عندي مثلث كبير قوي هنا تبقى الماده جي ايه؟ نسيت هنا في مثلث كبير؟ هنا في؟ هنا؟ لا هنا؟ لا يبقى الحاجات دي كلها. طب وده؟ ده بسيجن؟ طب طف؟ عارف منين هو طف؟ طف يعني ايه؟ الاريا بتاعت الكيرف كلها، الجي اريا كده تحت الكيرف يبقى ده ايه؟ طف. طب ده يبقى طف ليه؟ هنا تحت الكيرف صغيره. التست اسمه ايه؟ برازيليان تيست اسمه تاني. ايه هما؟ عرف برازيليان تيست. اقول لي بتاعت برازيليان تيست. جميل. لو لقيت مثلث كبير يبقى الماده جي ايه؟ لو لقيت الكيرف تحت الكيرف كبيره تبقى ده ايه؟ هجيب لك كيرفين واقول لي مين فيهم الطف ومين فيهم مش طف. يعني هقارن الكيرفين ببعض. مش هقول لك مش هجيب لك كيرف واحد واقول لك ايه خلاص طف ولا مش طف. لا الصوره اللي فاتت دي كيرفين وانت هتقارن بينهم. تمام؟ التيست ده اسمه ايه؟ برازيليان تيست او دايمترا كومبريشن تيست او اندايركت
الانسايت انترفيوز بتعمل هو بس بعمله في ايه ديترماين الانسايت ستريتس اوف بريتد ماتيريال ليه عشان بريتد ماتيريال بريتد ما بتستحملش تنشن ما بتستحمل كومبريشن طب التست ده اسمه ايه التست ده اسمه ايه ترانسفيرس ستريتس او اسمه التاني ايه فليكشن ستريتس او اسمه التاني ايه اسمه ايه تيست 3 بوينت لودينج تيست بستعمله عشان حد فيه بحد فيه حاجتين يا عمر طب نعمل كده تقولوا التيست ده اسمه ايه امباكت تيست بيعمل ايه الامباكت تيست ده فهذا بيجيب لك ستريس تايبس بتاعه عايزوت وشارب الفرق بين الاثنين عايزوت وقف العيان وتشاربي نايم اللوتش بتاع عايزوت فين كم تنفس اتجاه اللوتش بتاع شاربي العكس سمي التست لو اخبطت السمي ده مين ده؟ شارلي وده؟ ايوه ايه ده ايه؟ لينير هومو بولمر طب وفي لينير هو بولمر طب في برانشيت هومو بولمر دي برانشيت كوبوليمر طب وإيه كروسلينك ده حبيبي برانش ده واحد ومتفرع منه اثنين ده مش كروسلينك ده اللي كروسلينك خلاص انت قول كده ايه مين يا ايه هومو بوليمر مش ركز معاك في الكتاب وده برانشيت هومو طب وسي لينير كو لينير كو دي برانشيت كو وي كروس لينك ايه اللي استرس بتاع الاتشن بوليمرايزيشن اهو اول حاجه كانت ايه انشيشن لا اطلع بره اطلع بره يلا اطلع بره هو عارف نفسه يلا يلا ده اسمه ايه؟ اول خطوه اسمها ايه؟ اكتيفيشن هنعمل في الاكتيفيشن ثلاث حاجات تحفظهم زي اسمها فيهم لايت كيميكال كومباوند تمام هيعمل الاكتيفيتور اسمه اكتيفيتور يبقى هيعمل ايه اكتيفيتور هيكتيفيت مين انشيتور هيكتيفيتور يحوله لايه الفيراديكال هيعمل ايه من اسمه هيعمل ايه انيشيشن هيعمل انيشيشن ازاي هيأتاك الدبل بوند هيوصلها هيحولها هيرشه قوه في الدراع ويحول المونيمر ده كانه فري راديكال هنخش في ثاني مرحله اسمها بروباجيشن اللي هو ايه يبتدي يعادي مونيمرز واخر خطوه اسمها ترمينيشن في كم نوع من الترمينيشن يا هما دايركت كابلنج يعني دايركت كابلنج اثنين اكتف شين هتحوله لي وان لارج اكتف اكتف شين طيب والتاني التاني حاجه اسمها ايه؟ هتاخد ترانسفير هنعمل ايه؟ تو اكتف شين هتحوله لي تو ان اكتف شين في ترمينيشن تاني قلنا شين ترانسفير ماشي تمام يبقى ده دايركت كابلنج وده
Hydrogen transfer. Make use of shipping method at home. Our Haga, Josh, Kenny Haga. Kenny Haga. Cold working. Kenny Haga. Bottom trenches, Kenny Centric. What is the centric? The fossil side is one. What is more? Electro. Lady. A hot blade. Baras. I'm a check. I'm a snap. Lady. Kenny. الكاست بتاعتي حراره ايه؟ 4 ميلكينج بوينت. الكولد وركينج بتاعتي فورس ايه؟ تحت مين؟ نعم تحت ايدي مش هيحصل له حاجه يا حبيبي، تحت ايدي مش هيحصل له حاجه يا بابا. هنا بتاعتي فورس ايه؟ بتاعتي ستريس ايه؟ أباف ليدي سترينس عشان يحصل له بيرنان فورميشن. طب وهنا بعمل ايه؟ بدي بريشر واحول ايه ايه تحت الميلينج بوينت، يحصل ايه؟ شرينكج. وتاني حاجه كانت بتحصل ايه؟ اليمينيشن اوف بروسس. برافو عليكم شاطرين. ده اسمه ايه؟ الجروب ليدي. بعمل ايه؟ برسم معدن على الحاجه اللي انا عايز ارسم عليها. ده اسمه ايه؟ الجيب ده اللي بريزنت ايه؟ جين تريتمنت انيمي. الستيتس بتاعنا ريكفري كريستاليزيشن ريكروس. بيحصل ايه في الريكفري؟ ارجع لي الاول الكولد وركينج. بيحصل ايه في الاسترينس؟ بي زي جي بي زي عشان اقلل الديسلوكيشنز اللي موجوده استهلكتها في ان انا اعمل له بيرمنت ديفورميشن. برافو عليك. بيحصل ايه في الداكتيليتي؟ بتقل. كورجن ريزيستنس بتقل ليه؟ عشان جواه انترنال ستريسز. الريكفري هيعمل ايه؟ هيشيل سن ستريس. طب الشكل بتاعه هيبقى الشكل بتاعه هيبقى فايبر ستراكشر زي الكولد وورك اللي هو فايبر ستراكشر. وده فايبر ستراكشر الريكفري اللي انت اشتغلت الوحيد اللي عملته شيل الانترنال ستريسز فحصل انكريزنج للكروجر ريزيستنس. تمام كده؟ طيب ريكريستاليزيشن حصل ايه؟ الستريس هيقل خالص والتاكتيليتي هتزيد خالص وشكل هيبقى ايه؟ اكوي اكزيت سمول جرينز. جرينز حجمها صغير كده وشبه بعض. انتوا للتلاته تهريج تاني هتردوا. خلاص؟ ريكريستاليزيشن حصل ايه في التنس ريسس؟ اخبارها ايه؟ زي هزاي ريكفري مفيش تنس ريسس. الكوشن ريسستنس هتبقى عاليه. طب والجرين جروس هيحصل ايه؟ سترينس هيقل شويه صغيرين برضه والتركيز شويه صغيرين. طب شكل الجرينز هتكبر تبقى لارج جرينز والكورجن ريزيستنس عاليه برضه. يبقى هنا فين الكورجن ريزيستنس اللي هي لاني واحده من دول؟ في كولد وورك في الريكفري وريكريستاليزيشن وجرين جروس مفيش انترنال ستريسز فايه؟ كورجن ريزيستنس هتبقى عاليه. الاسترينس زي ما احنا شايفين بيزيد تقريبا ثابت يقل يقل جامد. طب تلت العكس بتاعها. ده ايه ده؟ الدياجرام بتاع الدياجرام اوف سوليد سوليوشن اند لويد. وده الدياجرام اوف ايه؟ تكتيكال لويد. تكتيكال لويد. ايه ده؟ كوري. ازاي نقلب عليه؟ سلو كولينج ومش بيه تريبنج ومش بيه تريبنج. الكولينج في النظر مهم ده عارف كل حاجه. ايه اللي بيزود الكولينج؟ الرابيد كولينج. وايه تاني؟ الجريت ديفرنس بين تو اللويز. الكولينج خصائصه الوحشه ايه؟
هيعمل طبعا شكوره لو سويت ايه وين ايه طبعا
declaration inside Moses transport of the soil improved. حطهم في فيزيكال وتخرجوا من البلاد ستريم عشان يتم التخلص منهم زي ما بنتخلص من كل الويست برودكت الموجودة في جسمنا. اوكي يا جماعه، يبقى احنا النهارده في البوم اخذنا السيلز لروحه الروح اتوازن بين كل السيلز، وخدنا الكومبوزيشن بتاعت البون، خدنا الفانكشن، خدنا الديفينيشن، وخدنا البون ريزولشن. المره الجايه هنكمل تايبس اوف بون وانكريمنتال لاين اوف بون. محدش يمشي، حضر ما تنساش، ما خلصتش، محدش يطلع من مكانه. هنكمل تايبس اوف بون، انكريمنتال لاين اوف بون والارجر بوس. طيب، ما خلصتش كده، ما خلصتش الكلام عن الشوب بتاعتنا في الترم.